وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، يعني حتى نهاية الدنيا. اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هنا الحديث: إن أول ما خلق الله القلم، هذه الأولية أولية نسبية، لأننا نعلم ونعتقد أن أول المخلوقات الماء والعرش، الماء والعرش أول المخلوقات. فإذا ما معنى إن أول ما خلق الله القلم؟ هذه الأولية نسبية، يعني بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش، القلم أول المخلوقات. هذا يسمى أولية نسبية. أما أولية الماء فيؤخذ من قول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، ويؤخذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه التصريح الذي فيه: فأنبئني عن كل شيء، قال: كل شيء خلق من الماء. ومن حديث البخاري وابن الجارود: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. فالجمع بين هذه الأحاديث، بين هذين الحديثين، يعطينا أن الماء قبل العرش، يعطينا أن الماء خلق قبل العرش، وكان عرشه على الماء. إذن حتى يكون العرش على الماء لابد أن يكون ماء أولاً،